بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة نتعلم مع بعض. في فيديو النهاردة اقولك ازاي تقدر تعرف ميعاد اول تشغيل الموبايل بتاعك بكل سهولة، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. مبدئيا كده عشان خاطر تقدر تعرف اول ميعاد لتشغيل الموبايل بتاعك هتحتاج رقم الايمي. رقم الايمي ده بيكون كل موبايل له رقمين ايمي بيكونوا مكتوبين على ظهر العلبة بتاع الموبايل بتاعك، او يا اما لو العلبة ضايعة معاك هقول لك ازاي تقدر تجيب الرقم ده. هتيجي على الهاتف، بعد كده هتبدأ تكتب الكود اللي هو نجمة شباك 06 شباك، بعد كده يطلع لك رقم الايمي بالشكل ده، هتبدأ تعمل له نسخ. كده خلاص انا فضلت دايس عليه دوسه طويله، كده خلاص هو نسخهولي. هدوس على كلمه موافق، هنطلع بره خالص، هنروح على المذكره او الملاحظات، هنعمل لصق بالشكل ده في اي مكان، وبعد كده هنبدا نحذف كلمه الايمي والعلامه اللي جنبها بالشكل ده عشان يتبقى لنا رقم الايمي لوحده ومفيش اي اضافات معاه. بعد كده نبدا نحدده ونعمل له نسخ. بعد كده هنطلع بره خالص، هنروح على اي متصفح وليكن جوجل كروم، وبعد كده هنيجي في محرك البحث هنبدا نكتب ايمي انفو بالشكل ده، بعد كده ندخل على الرابط ده ايمي انفو، بعد كده هنبدا نكتب هنا رقم الايمي، هنعمل له لصق بقى، احنا لسه عاملين له نسخ من شويه. بعد كده هنضغط على تشيك ايمي، زي ما حضراتكم شايفين هو هنا جاب لي الموبايل بتاعي على طول. هنحول للغه العربيه كده عشان خاطر الدنيا تبقى واضحه معانا، هنضغط على ترجمه. هنا زي ما حضراتكم شايفين بيقول لنا مطلق صلاحه شهر 11 2021، وده فعلا التاريخ اللي انا اشتريت فيه الموبايل بتاعي وفتحته فعلا في التاريخ ده. بس يا شباب، وبكده تكون هي دي طريقه معرفه ميعاد اول تشغيل لاي موبايل في العالم. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهارده، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم على طول، واشوفكم على خير ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامه.